هل صادفت حالات من هذه الحالات؟ ايوه بالضبط، صادفت كثير. جدا صادفت كثير، مش جاعل ذكر اسمه طبعا. الصحفي ماجد الشعيبي كان له أن طرق هذا الموضوع من خلال تحقيق صحفي نشرته عدد من المواقع والصحف، يؤكد أن الموضوع أكبر من مجرد ظاهرة انتشرت على حين غفلة من أجهزة الدولة. ويؤكد ماجد أن الأحياء الأكثر فقرا تكون موبوءة بالمخدرات والحشيش، وأن الحالة المادية الصعبة وعدم وجود وظائف للشباب هي أسباب رئيسية للانتشار المخيف لآفة المخدرات. ماجد، سبق كان لك أن تناولت موضوع أو ظاهرة المخدرات من خلال تحقيق نشرته عدد من الصحف، ما هي الحقيقة التي وصلت إليها؟ في البداية تستطيع القول أن مسألة المخدرات في مدينة عدن أصبحت مسيسة بشكل كبير، ربما وصل الحال حاليا في عدن إلى أن الشباب أو ما يقارب 8% من الشباب داخل عدن يتعاطون مادة المخدرات بمختلف أنواعها، هناك الحشيش، الحبوب، الإبر وغيرها من الأنواع. أسباب هذه التي يمر بها الشباب داخل محافظة عدن أو باقي المحافظات الجنوبية هو الفراغ الحاصل داخل عدن، وتستطيع القول أو أنه الفقر القاتل داخل هذه المدن جعل الشباب يتفرغون أو يبحثون عن خيارات جديدة، وربما هذه الخيارات هي سبب ما يحصل لهم حاليا. إذا ما سألناك عن مدى تفاعل الجهات الأمنية مع هذا الموضوع، هل من جهود بالحقيقة لا، حاليا لا توجد أي جهود أمنية، ربما جهود أمنية خفيفة لكن ليست بهذا الكلام. الحشيش يوزع بشكل كبير داخل محافظة عدن، وصل الأمر إلى المدارس، ليس مدارس الذكور فقط إنما مدارس البنات، ضبطت قبل فترة كمية 3 كيلو توزع في إحدى المدارس داخل مدينة عدن، وتم ضبط المروج وإحضاره لأحد الأقسام وتبليغ عنه، وفوجئ بعدها بفترة أن المروج هذا قد تم الإفراج عنه، وبالتالي الناس هنا يتهمون الجهات الأمنية بأنها هي من تقوم أو من تساعد على انتشار هذه المواد المخدرة في المدينة. بالنسبة للجهات الصحية الرقابية، الجهات الصحية أنا من خلال التقرير الذي تناولت فيه موضوع المخدرات ذهبت إلى عدة أماكن متعلقة مثلا بالصحة، كلهم يعني لا توجد هناك رقابة، لا توجد هناك إحصائيات يقدموها تقريبا، حتى وزارة الصحة هي المعنية مثلا بمكافحة المخدرات أو معالجة المدمنين لا توجد لديها قسم خاص بمعالجة المدمنين. ثانيا هناك يعني بعض المبادرات الشخصية من قبل الدكاترة داخل عدن، كان هناك أول عيادة فتحوها لمعالجة المدمنين لكنها لا تعالج الحالات بشكل كبير، إنما يعني معالجة مبدئية إنه المدمنين يحتاج إلى فترة طويلة للمعالجة. نعم، الأماكن البؤر والأكثر تواجد فيها المخدرات والمتعاطين في عدن المناطق، يمكن بقول لك حاجة، يمكن الآن نقول إنه أصبحت مهنة للكثير من الشباب هذه المخدرات، يعني تخيل إنه أحدهم يعني حتى بعض الأطفال يستخدمون في الترويج للحشيش للمخدرات، بمعنى إنه هناك من يعني لا يتوقع أحد إنه يأخذ باليوم 3000 ريال مقابل إنه يوزع هذه الحشائش، بعضهم لا يعرف أنه يوزع حتى هذا الحشيش بهذا المبلغ، لكنه يرى أن المبلغ 3000 ريال تكفيه مصاري في يومه، هي عمل جدول وكان فيه نوع من المجازفة ونوع من المخاطرة. الأماكن التي توجد مثلاً في داخل عدن، هناك تقول أن المدينة كاملة أصبحت يعني مكان للحشيش، أصبح حتى المتعاطين لا يشعرون بريبة من تناول الحشيش أو تناول المخدرات أمام الآخرين، أصبح يقول لك يا أخي أنا محشش، يعني إيش عمل يا أخي، ما فيش عمل، ما فيش شغلة، ما فيش أي شيء. لذلك تلاقيهم يتناولوا في الأسواق، في الحدائق، في التشم، يعني تلاحظ أن بعض الشباب يتراجعوا، انتشرت الجريمة بعدين بشكل ملفت جدا. ما قد البعض يذهب للقول أن ظاهرة انتشار المخدرات في عدن عوضا عن أنها نتاج انفلات أمني ربما وعدم رقابة، يقول أنها ضمن سياسة معينة، ما مدى صحة هذا؟ بالحقيقة نحن مؤمنين بهذا الكلام إيمان كامل، أنها سياسة جديدة للتعامل مع الوضع في عدن ومع الجيل الجنوبي هذا الحالي، لأنه جيل مفرغ من التعليم، جيل مفرغ من التأهيل، لا يوجد تأهيل حقيقي داخل عدن وداخل المحافظة الجنوبية، المنظمات المجتمع الدولي جميعها تشتغل في صنعاء، لا يوجد أي منظمات حاليا تشتغل مع المخدرات، نحن تواصلنا مع أكثر منظمة
من اجل ان يعملوا في هذا المجال. جميعهم يقول لك انه احنا الان معنا فتره انتقاليه في اليمن وكل المشاريع التي تدعموها متعلقه بالعداله الانتقاليه بالحوار، بينما حاجه المجتمع حاليا في عدن لا تتساوى مع صنعاء، لانه صنعاء الان في مرحله متقدمه، عندهم منظمات مجتمع مدني بشكل كبير. نحن هنا في عدن الا الان لا توجد اي منظمه دوليه او منظمه محليه في صنعاء قامت بزياره عدن ودرست احتياجات الناس وما هي المعاناة اللي يعانوها، وفق ذلك يعني خصصوا برامج للتاهيل هذا. هي سياسه كبيره يعني حتى انه وصل للمدارس. ليلا قصدنا مع ايهاب وهو ضابط في هيئه مكافحه المخدرات بعض الاوكار التي يتم تعاطي المخدرات فيها او انها للبيع والشراء. يقول إن الأماكن المهجورة والعمارات التي ما تزال تحت البناء أماكن هادئة يجد فيها المدمنون استراحة للتحشيش، وسبق لهم أن قبضوا على متعاطين وتجار فيها. أنتم في هيئة مكافحة المخدرات، أنت ذكرت قبل قليل أنه ربما معظم أو في يتواجد في بعض هذه السيارات ناس من المتعاطين، ما هي المشكلة اللي تواجهكم في سبيل القبض على هؤلاء؟ والله احنا نعاني كثير من المشاكل. طبعا المشاكل هي المصادر، مصادرنا طبعا لازم يكون البحث ثقيل دقيق للعلم في يعني في حاجة المصدر الموجود يعني في السيارات. بعض السيارات بعض الشباب اللي يقول لا هنا لا الكورنيش المحافظ طبعا منهم تعاطي يتعاطوا ده، وبعض التعاطي بعضهم يعني تكبر معه المسألة ويشتي عملية الترويج، يبدأ يشوف الأمور يعني سائبة أو الأمور. لكن احنا نعمل على جمع معلومات، طبعا جمع معلومات من الأشخاص الذين تم القبض عليهم سابقا، وهل هذون يمارسون نشاطهم، هل عادوا لهذا الشيء، نبدأ نرصدهم يعني بالتعاون مع الناس الشرفاء بصراحة. وفي ناس يتم نزولكم بشكل يومي أو لهذا المكان؟ والله احنا ما كذبش عليك مش بشكل يومي، إنما نتلقى أحيانا ناس مواطنين شرفاء بالأماكن يقولوا احنا شفنا حاجة يعني كذا ما تصرش الخاطر أو ما ساعدوا احنا يا رجال الامن. حالما تلقوا مثلا بلاغ من احد المواطنين انه في مثلا في سياره معينه يتواجد كذا كذا، يتم تنزل على طول، يتم مراقبته، يتم جمع. هل تستطيعون ان تقبضوا عليهم في ذات الوقت؟ والله احنا زي ما اقول لك انه اذا بالشارع ممكن نضبط، بالنهايه انا رجل امني لازم انفذ مهمتي، يتم الضبط في الشارع، يتم الضبط ونجمع 2 شهود ونفعل المحضر ونحيله للنيابه. في هذا الكورنيش هل سبق وان قبضتم؟ سبق لاحقنا سيارات وحاولنا انه نضبط، ما تمكناش بعض احيانا هكذا، نحصل لليوم الثاني بعضهم يتنبهوا لهذه المساله، بس المساله تكون دقيقه يعني دقيقه جدا وسريه لابد ان تكون مسألة. عاده الاماكن الاكثر تواجد فيها، انت ذكرت لي قبل قليل انه الاماكن المهجوره ربما نوعا ما يتواجدوا فيها، الى جانب هذه الاماكن مثلا. الاماكن هذه اماكن هادئه بعيده من رجال الامن، بعيده من المواطنين، بعيده من الداء، يتم فيها تعاطي الحشيش فيها. ونحن نشتي نفرق اول مره، هي تعاطي الحشيش وتعاطي وشرب الحبوب المخدرات. الان المواطنين او اللي نحصل الان احنا كامل انه الناس يقول لك مخدرات، المخدرات طبعا تتصنف الى انواع، المخدرات انواع، الحشيش اللي هو موجود الان اللي هو شرب الحشيش، والحبوب هذه لمجال ثاني اللي هي تعاقب عليها برضو في لوائح وقانون يحاسب، وفي جهات اللي هي الرقابه الدوائيه والصحه هي مسؤوله على هذا الاشياء. هل مثلا في نزولكم مثلا في اثناء الليل هل تتواصلوا مع جهات اخرى للقبض على بعض ان كانوا متعاطين او حتى تجار؟ والله ايوه اذا ضبطنا واحد يعني اذا ضبطنا احد المشتبهين او احد ده ممكن نقول له يا اخي ممكن تتواصل لنا بالمصدر اللي
بالشخص اللي أعلى منك اللي جاب لك المادة هذه أو اللي إذا أبدأ استعداده نفعل نواصل العملية نفعل جهود يعني لكي نوصل للشيء اللي هي مترابط نوصل لهذا الشيء ونضبط عليه. وفي مقر الهيئة وجدنا نماذج كثيرة من الحشيش وعينات من المخدرات تم القبض عليها مؤخرا تقدر حسب الهيئة بطن ومئتي كيلو. فندم أنا كنت أشيك تعطينا فكرة عن 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 الأنواع هذه. هذه أنواع طبعا هذا حشيش وهذه تسمية هذه اسمها إيش؟ هذه جميلة. جميلة. يعني إيش؟ هذه أسماء ماركة أنواع الماركات الحشيش الموجود والمتداول في السوق هذه ماركات وهذا حشيش نوع مضغوط. ويتقسم هذا الحشيش المضبوط إلى عدة قطع يبدع بالتجزئة منهم الأصبع المتنوع هذه على شكل سيارة على شكل أصبع ويتقسم منها برضو وتعمل على لفة سيجارة السجائر أوكي يقوموا بإخراج التنباك من داخل وإضافة مادة الحشيش فيها هذه طبعا مذكورة كيف تم القبض على هذه الأنواع؟ فين لقيتموها؟ والله بناء على مصادرنا نتلقى بلاغات ونقوم بمداهمة الأشخاص المشتبهين والضبط عليهم وإحالتهم إلى النيابة عادة فين تلقوا هذه كميات كبيرة فين تلقوها بسيارات محلات؟ الكميات تجي تهريب طبعا أكثر تهريب أحيانا يعني قبضات قبل ما تدخل هذه ولا كيف؟ لا ما تضبط أحيانا وهي داخل المحافظ تضبط أحيانا في محال في سيارات في فين؟ في سيارات في سيارات في أماكن عامة بالنسبة للكميات فندم كم متى ضبطتم آخر كمية وكم كان؟ هذه الكمية كانت حوالي طن ومئتي كيلو تم ضبطها داخل المحافظة تم ضبطها داخل المحافظة بناء على معلومات تلقاها وتم البحث والتحري وتم ضبطها. وعن الإشكاليات التي تواجه هيئة مكافحة المخدرات يقول العقيد فضل صائل وهو نائب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة عدن يقول أن المشكلة أكبر من إمكانياتهم وأنهم بحاجة إلى دعم كبير من الدولة وكذا تشريعات تجرم كل أنواع المخدرات. أنتم في هيئة مكافحة المخدرات هل توصلتم من أين تأتي هذه المخدرات وكيف تدخل إلى عدن؟ بشكل عام أنا أقول إن الظاهرة تتحملها كل الجهات وهي مسؤولية الجميع أما بالنسبة لفين تدخل فمعروف سواحل الجمهورية اليمنية ممتدة وكبيرة بالإضافة إلى أنه هناك تجار المخدرات يمتلكون من الإمكانيات والوسائل والأساليب بحيث أنه كلما ضبطنا كمية بأسلوب معين ابتكروا أسلوب جديد فهي عادة تدخل في سواحل المهرة إلى البلاد وشبوة وحضرموت واللي يدخل إلى محافظة عدن يدخل بكميات قليلة للاستهلاك يحضروه بعض المروجين من محافظات المهرة وشبوة وحضرموت بكميات تصل إلى 10 إلى 5 كيلو. البعض يتهم أنت ذكرت أنه الآن الوازع الديني ربما الأسرة لها دور كبير في انتشار هذه المادة لكن البعض يقول أنه الانفلات الأمني الحاصل في محافظة عدن برضو لاعب رئيسي في هذا الموضوع. لا نخفي هذا الكلام ونحن نقوم بدورنا ولو أنهم مش الدور المنتظر أو المرجو منه معروف الوضع اللي مرت فيه البلاد خلال السنتين الماضية جعل كثير من ضعاف النفوس يجعلون من هذه المادة للبيع والشراء دون وازع من ضمير أو أخلاق الأسباب هذا دور الأمن يعني كثير أصيب الأمن في الآونة الأخيرة بانفلات أمني أو ضعف في الإمكانيات. هل من إحصائية لديكم
عن عدد من المتعاطين مثلا اللي قبضتم عليهم مؤخرا